بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون.
والله أعلم بما تصفون. والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي الله ما شاء الله. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا ارجعوا إلى وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وإنا لصادقون وإن ما شاء الله ما شاء الله إنه هو العليم الحكيم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم
جالوت الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني قالوت الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا في عمرك ما شاء الله أحسن حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قالوا تالله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله جدا جدا وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله يا بني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح
يا بني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين صدق الله.